وبطبيعة الحال ميسي مثل هذه الكرات بات يتقنها بصراحة، بات يلعبها كما لو كانت ركلة جزاء بطبيعة الحال في منتهى الدقة من جانب ميسي. ميسي يلعب كرة، يا إلهي روعة يا ميسي، هدف للبرسا يتقنها، نعم يتقنها، والكرة من يتقنها غير ميسي؟ جميلة جميلة، ضربة في منتهى الروعة في القائم ثم إلى المرمى، جميلة من ميسي، ضربهم كواهم، سجل في مرماهم. بدأ برشلونة الرحلة إلى لشبونة من قدم ميسي اليسرى، وأول الأهداف في دوري الأبطال أمام إدواردي في العمق، تمريرة لكن أقرب للبارسا مرة أخرى عن طريق الآن أليكسيس، لمسة الآن انطلاقة لبصعته سيسك، المحاولة الآن، فرصة متاحة خطيرة لبارسا، التمريرة لميسي، ميسي الثاني الآن، ميسي يمر إلى كورة، بوسكيتس مرر، هنا يمر وهنا يضرب، هنا يسجل، هنا يضرب، هنا يمتع، هنا يجذب، نعم ميسي علامة فارقة، الله يا ليو، الله يا ليو، البرسا 2 بل ميسي 2 اياكس لا شيء. هذه اللقطة، هذه اللقطة شفناها، ركلية تنفذ من جانب نيمار إلى انيستا، انيستا لنيمار، تحرك الآن، محاولة من جانب البارسا، عرضية من نيمار خطيرة، الكام الثاني من رأس الكرة، هدف رابع لسلامة جانب البارسا، هدف ثالث للبارسا، في كيف؟ هدف ثالث للبارسا، توقعنا بوجود حالة تسلل، آه يا بيكي، بيكي فعلها وسجل برأسه، بيكي ينجح في أن يسجل للبارسا الهدف الثالث في هذا اللقاء بعد أن ضيع نيمار فرصة كانت قريبة جدا، ثالث أهداف البارسا، وأياكس في طريقه إلى الانهيار، لاحظ كرة نيمار وراسية بيكيه، البارسا يضرب بقوة، البارسا يصل إلى 3 أهداف، يصل إلى أول 3 نقاط، ويجعل وضعيته في هذه المباراة مريحة جدا لأنصاره، بعد كرة من جانب بيكيه، لاحظوا مرة أخرى، لاحظوا الالتقاء من جانب بيكي حارس المرمى، خرج الالتقاط الهواء وليس الالتقاط الكرة، وبيكي سجل هدفا يسعد الأنصار، يسعد جماهير البارسا، اضرب الأرض واندب حظك يا أليكسيس على فرصة فوتها على البارسا وعلى عاشق الكرة، لأنه هدف، هدف في منتهى الروعة، لاحظوا ميسي والهاتريك لميسي، يلعب كرة، لا يوجد مثله الكثير، أعتذر لكم، لا يوجد مثله آخر، جميلة من ميسي، هدف في منتهى الروعة لليو الذي يصل للهاتريك الآن، هدف رابع لبرشلونة، وهدف بطريقة ساحرة من ميسي، يجعل الحارس والمدافعين واقفين يتابعون لا يتحركون، واقفين كما لو كانوا قطع شطرنج.